الهدف انه يعطيكم محاضرات تشغل اشتغل على على محاضرات. احنا ست الجاي بتخيل انا ونرمين نساوي تواصل بين المدرسه مع المركز هون عشان ضلنا نتواصل كل وقت مع بعض. فاليوم قلنا بدنا نعطيكم محاضرتين صغار، كريستين وارين بدنا نعطيكم محاضرات عن ايش؟ هسه المحاضره الاولى في واحدة من المحاضرات نحكي عن ضغط الدم. احنا بنعرف انه اغلبيتنا عندنا هاي المشكله، فنحكي نحكي عن ضغط الدم. والمحاضره الثانيه اللي انا طلبت نحكيها هي عن ظاهره اللي عم تنتشر اليوم، هي مرض الزهايمر. بتعرفوا شو مرض الزهايمر؟ يعني بدناش نحكي بنحكي تفاصيل يعني اشياء بسيطه عن المرض، النسيان. احنا بالمستقبل بدنا نسوي مؤتمر كبير في 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 في, في ماليا حول هذا المرض، بس عم نخطط له. اليوم في عندنا محاضره اوليه حول هذا الموضوع، كريستين بتعطينا هاي المحاضره، واذا في اي تساؤلات بعد كل محاضره بعطيكم مجال تسالوا، احنا بنتجاوب بس مش خلال المحاضره. بعد كل محاضره مستعدين نسمع، اذا في عندنا وقت ساعتها بدنا ننسى كمان ضغط الدم، نساوي طاولات برا، ثلاث طاولات كل طاوله بنقيس فيها واحد ضغط الدم. فيعطيكم العافيه، شكرا لكم صبايا، شكرا لكم صبايا، كثير تعبوا الصبايا عن جد، كثير تعبوا الصبايا بتحضير المحاضره، فكونوا صبورين معهم، بلاش نحكي كثير، انا متعود يعني اللي بيحكي بسكته. كل شيء من ناحيه تصرفات، من ناحيه احساس، والانسان يقدر يفهم. عقلنا مبني انه احنا بناخذ معلومات، بس في سلسله كيف تترتب، يعني في زي سلسله بالعقل يلي هي الخلايا، هن يلي مسؤولين يخلونا مثلا لما احنا نشوف اشي نفهم شو هذا الاشي، لما احنا بدنا نحل اشي نعرف نحله، احنا نعرف نخطط. لما في اشي بوقف بالنص بهاي السلسله ببطل العقل يقدر يشتغل، بقطش هاي السلسله ببطل في تحليل للمعلومات. كل اشي ضرر ببلش بالمخ، ببلش عمليا بالذاكره يلي البني ادم بصير ينسى، لقدام بصير يتقدم اكثر يلي يضر بمهارات عقليه ثانيه، من انه الانسان ببطل يقدر يحسب وحتى حسابات بسيطه، ببطل يقدر انه يفكر او انه يفهم زي ما لازم، ببطل يقدر يخطط للاشياء. لقدام بصير اشي مش بس بالعقل، بصير ياثر على اشياء بجسم الانسان من ناحيه صحيه. هون بفرجيني نسبة هذا المرض اللي هو الديمنسيا، بيحكوا كثير أمراض بالدول الفقيرة وبالدول الغنية، مع السنين لحديت سنة 2050 الإشي رح يزيد كثير، لأنه كل الأمراض بالعالم عم بتزيد. بس كيف بنعرف كلنا إنه بالدول الغنية دائما رح يكون النسبة أقل من دول فقيرة؟ لأنه العقل زي الجسم، كيف الجسم بده رياضة عشان يفضل الجسم يشتغل ويظل قوي؟ العقل عشان يظل قوي بده رياضة، لازم دائما يشتغل. مش عم نحكي انه احنا يشتغل زي كل انسان عادي، لازم يشتغل المهارات اللي هي شوي اصعب، زي انه يفكر، زي انه يستعمل المهارات العالية تبعته. لما الناس بالدول الغنية اغلبها بتتعلم وبتشتغل لجيل كبير يلي هي 60 و70، بتظل كل الوقت عقله يشتغل بمهارات اللي هي عالية، زي انه هي تقرا، زي انه هي تفكر، تتعامل مع ناس، تحكي، كل هاي الاشياء بتقلل النسبة انه يصير في ديمنسيا. عشان هيك باغلب الدول الغنية بتكون نسبة الديمنسيا قليلة عن الدول الفقيرة. واضح شو المقصود؟ ايوه. بالديمنسيا في كثير مجالات، بدنا نتخصص بس بمرض الالزهايمر. مرض الالزهايمر هو مرض يلي فيه خلايا المخ بتموت. عادة ببلش من جيل 65 وفوق، بس 5% من الحالات بكونوا تحت جيل 45 اللي هي حالات قليلة. هيك بكون شكل المرض، لانه خلايا المخ بتموت، الخلايا بتبطل حي، مش راح يكون شكلها زي شكل كل خليه عاديه. ببين المخ زي النشر، يعني اذا بيجوا بيعملوا صوره لمخ، هذا ببين المخ انسان طبيعي، يعني الخلايا فيه صحيه، هذا مخ انسان عنده الزهايمر. صورت الصوره، شايفين الابيض هذا؟ هذا الابيض هاي شيء طبيعي في المخ، اوكي عشان توصل. شايفين غاب ما فيش ابيض، صار كله اسود مخزن. هاي مرض، هذا مرض، هذا مرض. يعني خلايا المخ بتنشف، الخلايا بتموت، بتبطل حية. رقمية على المخشية. ضغط الدم العالي ايش هو؟ ضغط هو حالة اللي فيها بيكون ضغط الدم اعلى من 120 ل 29 على 80. يعني لما احنا بنشوف شوية ضغط عالي يمكن ما نقولش انه احنا دغري عندنا ضغط عالي، عندنا مرض، بس اذا احنا كل وقت عم نقيس ضغطنا عم بيطلع لفترات معينه انه هو بقى هالقد عم بيكون عالي، ممكن هذا الشيء يبقى ضوء احمر عندنا ونشك بالموضوع، فلازم نتوجه للطبيب عشان نتعالج او عشان نعرف اذا احنا بالفعل عندنا هذا المرض ولا هاي شيء مؤقت ورح يروح بعدين. بنسميه
لانه الشخص اللي بيعاني من هذا المرض سهل جدا انه يحس ويشوف عوارض معينه. يعني انا هسه بقول انه راسي وجعني يمكن يكون عندي ضغط عالي، بس ما يعني ما اشكش بالموضوع، يمكن راسي اول راس عادي واخذ حب دواء ويروح، بس في سبب ثاني لانه بعدين برجع وجع الراس كمان باخذ حب الدواء، بس هذا الشيء صح. لما انا كل الوقت راسي عم يوجعني او عم بحس بضغط وشغلات معينه بشيء، فلازم اروح عند الدكتور عشان انا اطمن على حالي. كيف بنقدر نعرف انه شخص بيعاني من هذا المرض؟ اغلب الاشخاص اللي بيعانوا منه فيش عندهم عوارض، فيش عندهم علامات معينه اللي بتدل، فصعب جدا انه احنا نعرف شخص. ولكن بالرغم من هذا في عندنا علامات معينه ممكن تظهر عند بعض الاشخاص مش عند الكل، وممكن تختلف من شخص لاخر. واحده من هاي الشغلات بنحس بوجع راس دائم. لما بحس بوجع راس دائم انا ممنوع اخذ كل الوقت دواء، اسكت لحالي اقول بروح او انه انا مضغوط او انه انا تعبان، بس كوتش كمان مره بنرجع نروح للدكتور. لما بكون في عنا نزيف من الانف، يمكن هذا انا ما عنديش حاله هيك اللي هي يعني انا رحت عند الدكتور وقال لي انه عندي مشكله معينه اشي فجاه واستمرت عن اول اسبوع او عده ايام، فانا كمان لازم اتابع الموضوع. الاشي اللي بعده هو دوخه. في عدة أسباب للدوخة، بس ممكن واحد منهم يكون ارتفاع الضغط. اللي بعده هو أحس صوت طنين بالدنين، دائما في صوت بصيش بدني هيك بتضايقني. هذا الإشي مش مفروض يكون شغلة طبيعية، فلازم أنا أواكب الموضوع، لازم أعرف شو سبب الصوت بالدنين. وآخر إشي هو إنه أنا بقعد أشوف منيح. الشخص بصير يحس إنه العينين مغبشة ومش عم بيقدر